السلام عليكم ورحمة الله زبائننا الكرام. أجهزة أوتل العريقة الآن ب 2021 صارت تدعم اللغة العربية. طبعا هذه الواجهات الرئيسية لو شايفينها والسيرفيسز والأمور هذه، بس هذا الجهاز لسه مسجلينه احنا، ما حدثناهوش، تمام، كله بس بالإنجليزي. نروح هنا على سيتنج، تمام، ونروح هنا على اللانجوج، اللغة. طبعا هي مختارة الآن إنجليزي، احنا بنحولها بنخليها عربي، اللغة العربية. checking for update، طبعا بشيك على الأبديت وبغيرها لعربي. حلو، شايفين غير اللغة، لغة إعداد الطباعة صارت كلها بالعربي. يعني حتى هون شوف التشخيص مثلا، تحديث مدير المتجر، صارت عندك كلها مثلا في العربي. طبعا في بعض القوائم يعني تبقى إنجليزي، طبعا لازم تحدثه، يعني حولناه للعربي لازم نحدثه بعدين، يعني لازم تدق تحديث. حلو، هاي جار التحميل، شوف بطل يقول لك لودينج، صار يقول لك جار التحميل، وهاي هون كتب لك تحديث، يعني حول فعلا لعربي. يعني كميه العربي اللي فيه جدا ممتازه، لو شايف هون شوف رقم الاصدار، تاريخ النشر، يعني صار فيه عربي. طبعا بدك تحدث السيستم بروجرام وتحدث البرامج علشان يستوي معاك في العربي، تمام. شوف بعدنا مش منزلين برامج السيارات، لازم ننزل التحديثات اللي في العربي، لكن بصير عربي بشكل جدا ممتاز صراحه، ويدعم العربي بشكل حلو. اجهزه الاوتيل اطلبوها من شركه المهندس الامارات الشارقه 0971501679410.